لا بالضبط، انا مع المقاطعه هذه. انا النهار اللي تقترحت الفكره وشتات تقتنعت بها، هي انا من حللتها من المنظور ديالي، هي ماشي مساله امر مسيس، هي بحال راه نقولوا فكره ذكيه واحد شويه. علاش؟ لان انا طبعا ما يمكنش نقاطع كل شيء، لان من غادي نشرب الحليب او لا غادي نكون ماشي في الشارع وراه جيني عطش بغي نشري الماء او لا غادي نشري المازوت للطوموبيل، هذه غادي تكون صعيبه بزاف. لكن باش تختار واحد الشركه بالضبط، فهذيك الشركه غيوقع عندها فائض بكل صراحه، غيوقع عندها فائض وطيح الثمن. من طيح الثمن حنا نستافدو، وغادي يوقع على منافسه مع الشركه الاخرى وكذا وكذا وكذا، وهو هذا هو الاصل اللي خصو يكون، هو المنافسه. لكن حنا ما كنشوفوش يمكن المنافسه، لان الاثمنه اللي عندنا حنا مقارنه باثمنه اللي كاينه في دول اخرى كنظن يعني حنا عندنا ثمن غالي بزاف. لان شنو اللي باقي ناقص؟ باقا ناقصه شويه المنافسه. فاذا هما ما كانتش منافسه بيناتهم فحنا نخلقوها لهم. فوالا، انا هادشي باش حللت هادشي. تابعوا الجديد يلي والحصري على الأيام 24، ورمضان مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير.